خلال خطبة الجمعة التي جاءت تحت عنوان حماية الشأن العام، أكدت وزارة الأوقاف أن حماية الشأن العام والمصلحة العامة أمران متلازمان للوطنية الصادقة والتدين الصحيح. من ناحية أخرى، قامت الوزارة بنشر خطبة الشأن العام باللغة العربية وترجمتها إلى 18 لغة أجنبية للتعريف الصحيح بالشأن العام. عبر 120 ألف منبر على مستوى محافظات الجمهورية، جاء حديث العلماء والأئمة بالأوقاف حول حماية الشأن العام والمصلحة العامة، تفعيلا لما نادى به السيد رئيس الجمهورية بأهمية التعريف بمفهوم الشأن العام خلال الفترة الحالية، لكون أمره ليس مشاعا لأفراد الناس. خصصنا خطبة الجمعة اليوم الحديث عن الشأن العام والصالح العام والنفع العام، وأؤكد أن حماية الشأن العام والصالح العام والاهتمام بالنفع العام دليل الوطنية الصادقة والفهم الصحيح للدين، وأكدنا أن الإسلام أعلى من قيمة الدولة وشأن الدولة والاهتمام بالدولة وكل رموز الدولة. الأمر الآخر تجديد وتطوير الخطاب الديني، وهذا أمر النهاردة استمعنا إلى خطبة جامعة مانعة تهدف وتنم وتعلن عن عنوان كبير جدا، وهو مساهمة الدولة وهو رفع الشأن الوطني. مفهوم الشأن العام حديث المتخصصين لتوضيح صحيحه، لأنه بات أمرا يتجاوز اهتمامات الفرد المحدودة إلى اهتمامات جموع الأشخاص. مديرية أوقاف القاهرة انطلقت بعدة ندوات تتحدث عن الشأن العام، ومن ضمن الخطبة الجمعة اليوم دليل قاطع على أن الراية رمز ولا تعطى إلا للرجال. الهدف كله تطوير الخطاب الديني وتثقيف الناس، تثقيف ديني صح، لأن النهاردة بتلاقي الشاب النهاردة في مطلعه لابد إن هو يكون عنده فكر مستقيم يخدم به بلده. مراعاة الشأن العام وحمايته والحفاظ على المصلحة العامة سعي الدولة الوطنية للتعريف الصحيح به لعظمة أثره وخطورة شأنه. من منطقة بركة الحاج بالمرج، وليد هيكل، التلفزيون المصري.